إن كنت موحداً لا تخشى إلا الله، إن كنت موحداً حقيقةً إذا قرأت قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وتسليماً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. التوحيد التوحيد، ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلماً، ولكن دقق في حياته اليومية. ألم أقل لكم من قبل، لو دققت في حياة المسلمين وجدتهم عملياً لا يؤمنون بالآخرة، يعملون عملاً لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة، يأكلون أموال بعضهم بعضاً، يعتدون على أعراض بعضهم بعضاً، يأخذون ما ليس لهم، يتجاوزون حدودهم. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله. إياك أن ترى أن مع الله أحداً، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله. ليس مع الله ذكي، الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له، على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال. يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نوحد، يجب أن نعقل آيات التوحيد، يجب أن لا نرى مع الله أحداً، يجب أن نرى أن يد الله فوق أيديهم، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يقول لك عبدني وأمرك بيد غيري، أمرك بيد قوي لا يرحمك، أمرك بيد حاقد لا يحبك، أمرك بيد جهة تحب أن تسحقك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله لله، بيده مقاليد السماوات والأرض. إياك أن تنساق مع الإعلام الغربي، إياك أن تخاف مما سوى الله، إياك أن تعتقد أن الله خلق الخلق وترك ضعيفهم لقويهم وفقيرهم لغنيهم. إياك أن ترى أن الله خلاقاً وليس فعالاً. ينبغي أن تعلم أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. لو أن ورقة سقطت إنه يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن الآن في أمس الحاجة إلى التوحيد. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هذا النوع من الشرك ولا إلى غير رجعة. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دليل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، أن تحب جائراً، أن تحب عدواً، أن تعظم كافراً. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً. أو أن تغضب على عدل، إن انحرف سلوكك وجاء من ينصحك على انفراد وقال لك اتق الله يا رجل، إذا أخذتك العزة بالإسم فهذا نوع من الشرك. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد قمة العلم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا تؤخذ بوسائل الإعلام، لا تؤخذ بالتهويل، لا تؤخذ بالتخويف، لا تؤخذ بالقوة التي لا تقهر. صنعت باخرة في مطلع هذا القرن، وكتب في نشرتها: إن القدر لا يستطيع أن يغرقها. غرقت في أول رحلة لها. صنعت مركبة وسميت المتحدي، بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. لا يمكن أن يدع الله متألهاً إلا يقسمه، لا يمكن، لا يمكن أن يدع الله متألهاً إلا يقسمه. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. أول حل أن نعمق التوحيد، أن نعمق التوحيد. لا تلقي بالاً إلى خبر ولا إلى تصريح ولا إلى تهديد إلا أن تكون موحداً لله الذي خلقك. منع أحداً عن أن ينهي حياتك، منع أحداً عن يأخذ رزقك. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تخرب أجلاً. أيها الإخوة الكرام، ثانياً لا بد من التوبة. التوبة والاستغفار والتسبيح. سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما لهما قول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا عددت هذا الذي حصل بلاء للمسلمين، ما نزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بالتوبة. أول شيء وحد، ثاني شيء تب من كل ذنب، استغفر وتب، راجع حساباتك، اعمل جرداً لما أنت عليه، لبيتك، لخروج زوجتك، لخروج بناتك، لكسب مالك، لإنفاق مالك. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث العبادة والعمل الصالح. العبادة في الهرج كهجرة إلي، في زمن الفتن، في زمن المال الحرام، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الكذب، في زمن يؤمن الخائن ويخون الأمين، في زمن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، في زمن أن يوسد الأمر إلى غير أهله، في زمن أن ترى المطر قيظاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيظ الكرام غيظاً، في زمن يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأووا إلى الكف. أين الكف اليوم؟ جامعك كفك، بيتك كفك. اعبد الله في بيتك، واعبد الله في جامعك، ودع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، عبادة متقنة، صلاة متقنة فيها إقبال على الله، صيام متقن، غض بصر، ضبط لسان، ترك الملهيات، ترك هذه المسلسلات، ترك هذه الشناعات التي لا ترضي الله عز وجل. كن مع القرآن، كن من أهل القرآن، كن من أحباب النبي العدنان. املأ ساحة شعورك بمشاعر القدس التي تأتيك من معرفة الله. أيها الإخوة الكرام، الشيء الرابع أن تشتغل بالشيء المثمر. هل لك عمل صالح؟ هل تستهلك وقتك استهلاكاً أم تستثمره استثماراً؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع منجيات: أن تؤمن وأن تعمل صالحاً، وأن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هل نقلت هذا العلم إلى أخ لك؟ إلى صديق، إلى جار، إلى قريب، إلى زميل، إلى ابن، إلى زوجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: الجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي حديث آخر: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. وفي قمة أنواع الجهاد: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. هل وسعت دائرة المعرفة بين الناس؟ هل تنامت حلقات الحق حتى حاصرت حلقات الباطل؟ أليس لك لسان تنطق به؟ ألم يقل لك النبي: بلغوا عني ولو آية؟ يا أيها الإخوة الكرام،
لا بد من انتفاضة بالمعنى الإسلامي، لا بد من أن ننتفض من واقعنا، من تواكلنا، من إهمالنا، من تقصيرنا، من كلمة لا تدقق، من كلمة هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب، لا تعاملنا بعمل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أعرابي لم يتعلم شيئاً، قال له عظني ولا تطل، قال له النبي الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. قال كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. أيها الإخوة الكرام، ترك التنازع والخلاف، التنازع والخلاف في صالح أعدائنا، نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا، نغلب مصلحة المسلمين على مصالحنا، نغلب هموم المسلمين على همومنا، نتعاون. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وصف الأعداء، قال تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، فما قولكم إذا كان المسلمون كذلك؟ في اللقاءات مديح ما بعده مديح، وثناء ما بعده ثناء، وابتسامة عريضة، ومصافحة حميمة، فإذا غاب عنك طعنت بعلمه، طعنت بتقواه، طعنت بصدقه وإخلاصه. نحن مفتتون، لذلك قال الله عز وجل فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قانون، العداوة والبغضاء لها قانون، إذا نسي أحدنا حظاً مما ذكر به وقع في عداوة مع أخيه. ما تحاب مؤمنان ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهم. أيها الإخوة الكرام، التفاؤل، لا تكن متشائماً. يا أيها الإخوة، سأذكر لكم من السيرة شيئاً. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أيام الهجرة، حينما كان دمه مهدوراً، وحينما وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، لمن يأتي به حياً أو ميتاً، تبعه سراقة من أجل 100 ناقة. قال له يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذا تعلمونه جميعاً، لكن حللوه. يقول النبي يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني يا رسول الله، إنك سوف تصل المدينة سالماً، هذه ثقته بالله، وسوف ينشئ دولة في المدينة، وسوف يحارب أقوى دولة في العالم، وسوف ينتصر، وسوف تأتيه غنائم كسرى، ويا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيت إلى ثقة النبي بالله عز وجل؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا نوع من الزلزال، زلزال نفسي، خوف مهلع. وكل يوم خبر في تهديد، رؤوس نووية، حاملات طائرات، كل يوم في خبر. وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معركة الخندق عملية فرز. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت مع الله في الرخاء وفي الشدة وفي التهديد وفي التمكين وفي الغنى وفي الفقر، وقبل الزواج وبعد الزواج، وفي حلك وفي سفرك، أنت مع الله. وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر يجب أن تستشعر مبادئ الأخوة بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة في شتى بقاع الأرض. يجب أن تستشعر أن المؤمنين إخوة فيما بينهم. لذلك ينتج عن هذا أن يكون ولاؤك للمؤمنين، ألا تعين كافراً عليه، ألا تتملق كافراً وتتخلى عن المؤمنين. هذا إذا كنت مؤمناً، ولاؤك لجميع المؤمنين. فإن لم تجد في سلوكهم ما يؤكد كمال إيمانهم، اطلب من الله لهم نصراً تفضلياً. إن لم يستحق المؤمنون نصراً استحقاقياً، اطلب من الله لهم، وادعوا الله عز وجل أن ينصرهم نصراً تفضلياً.
قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يجب أن يكون قلبك معهم، مشاعرك معهم، دعاؤك لهم، لأنهم مؤمنون، لأن آلاف النقاط تجمعك معهم. أيها الإخوة الكرام، ويجب أن تسعى لنجدتهم وتقديم العون لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا. يجب أن تتعاطف معهم، وأن تواليهم، وأن تتمنى لهم النصر، وأن تدعو لهم، ويجب أن تسعى لحل مشكلاتهم فيما يتاح لك. أيها الإخوة الكرام، وينبغي ألا نقع في فخ ينصبه لنا أعداء المسلمين. مصلحتهم في تفريقنا، مصلحتهم في تأريس الخلافات بيننا. يجب أن ننسى كل خلاف لنكون صفاً واحداً، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. أيها الإخوة الكرام، سمعت كلمة آلمتني أشد الألم. قالوا في بلاد الغرب: هذا الذي حصل سنستفيد منه إلى أقصى درجة، خطط مرجأة إلى 10 أعوام قادمة بدأت تنفذ الآن. استفادوا من هذا الحدث؟ أيعقل أن يستفيد الشارد عن الله من حدث ونحن كمؤمنين لا ننتفع بهذا الحدث؟ إذا قالوا هناك سوف نستفيد من هذا الحدث إلى أقصى درجة، ونحن أيضاً ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، أن نعود إلى الله، أن نحكم اتصالنا بالله، أن نتعاون، أن لا نتنازع. كما أنهم بدأوا ينفذون خططاً مرجأة إلى 10 سنوات قادمة، جاءهم التبرير، جاءهم الغطاء، ونحن ينبغي كمؤمنين أن نستفيد من هذا الحدث فنتعاون، ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فنتوب إلى الله، ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فيحب بعضنا بعضاً، أن نضع الدنيا تحت أقدامنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب أن نوقن أن الله لن يتخلى عنا إطلاقاً. أيها الإخوة الكرام، هذه النصائح السبع أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في قلوبنا وفي عقولنا، وأن تترجم إلى سلوك نتعامل به. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال جنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نحتاج إلى انتفاضة دينية، نحتاج إلى مراجعة للحسابات، نحتاج إلى إقامة الإسلام في بيوتنا جميعاً. أنت مسلم وبيتك يجب أن يكون إسلامياً يتلى فيه القرآن. لا نسهر حتى الساعة الخامسة وراء أقنية المجاري، أقنية المجاري. كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، جفاف ما بعده جفاف، الأنهار كلها جافة، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، رخص لحم النساء فغلى لحم الضأن، قل ماء الحياء فقل ماء السماء، اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. العين تزني وزناها النظر، دققوا أيها الإخوة، العين تزني وزناها النظر. هذا الذي يرى على الشاشة الصغيرة ما لا يرضي الله، كيف يقبل على الله؟ كيف يصلي قيام الليل؟ كيف يذكر الله صباحا؟ أيها الإخوة، أقول لكم مرات عديدة: الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، حقيقتان أرددهما كثيراً ونحن اليوم في أمس الحاجة إليهما.
أولا لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح. اقلق على نفسك فقط، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. ولعلك ترى إن شاء الله من خلال هذه الأحداث الرهيبة أن النتائج تعود أفضل مما كانت على هذا الدين، لأن الله عز وجل يقول ليظهره على الدين كله. قبل 50 عام ليس في الأرض كلها إنسان يحب أن يعرف ما الإسلام، أما الآن في القارات الخمس هناك من يقول ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الدين الذي وقف في وجه أعتى قوة في العالم؟ شيء لا يصدق. رب ضارة نافعة، لكل واقع حكمة. قد نجد بعد حين أن هناك نتائج إيجابية العقل لا يتصورها، جاءت مما حدث. إن الذي وقع وقع بمشيئة الله وبإذن الله وبإرادة الله، والله سبحانه وتعالى يريد الخير للبشر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير. الشر المطلق ليس له وجود في الكون، الشر المطلق يتناقض مع وجود الله أبدا. في شر نسبي في منظور الناس، شر نسبي، لكن الشر المطلق لا وجود له في الكون. أيها الإخوة الكرام، الفكرة الثانية أنه ينبغي ألا ينفرد الباطل بالساحة، ينبغي ألا ينفرد بالساحة ولو أنها بؤرة صغيرة، ولو أنها مساحة صغيرة يتلى فيه الحق. لذلك كن داعية إلى الله. الدعوة إلى الله فرض عين. انقل الذي سمعته أو خذ شريطه وانقله، وسع دائرة الإيمان، وسع دائرة المعرفة، بصر الناس بواقعهم. لذلك من الأدعية التي أدعو بها أحياناً: اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والوهم، اللهم انقلنا من ظلام الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. فيا أيها الأخ الكريم، راجع حساباتك. هذا الذي حدث ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، لا أن نسمح للطرف الآخر أن يستفيد منه، نحن أولى أن نستفيد منه. والحمد لله رب العالمين.